سحرك أين يوجد؟ سحرك أين؟ تكلم. سحرك أين يوجد؟ شهريار صاحب سحر التجديد، أين يوجد؟ تريد التعذب؟ أتريد العذاب؟ طيب هيا تكلم، أفصح. سحرك أين؟ هل هو نفس السحر الذي عند غضنفور أم غيره؟ أم في سحر جئ لما جددوه جعلوا سحرا في مكان آخر؟ قال الآن أسأل نفس السحر. طيب أسألك سؤالا أريد جوابا صريحا، لما جددوا السحر؟ إذا بداية كان السحر مدفون، بداية كان السحر مدفون في المكان الذي عرفناه، فكيف جددوه؟ لما جددوه جددوه بسحر جديد. طيب ما هو هذا السحر؟ نعم، ما هو جدد السحر. كيف جددوه؟ بأي شيء جددوه؟ كيف تم تجديده؟ هل عن بعيد؟ عند الساحر؟ كيف جددوه؟ كيف أرسلوك أنت؟ وتقول بنفس السحر. إذا لا بد أن الساحر يعتقد بشيء من آثارها، من صورها. صور ديالها؟ أي جيد. جيد. هذا بيت قصير. إذا هؤلاء الذين سحروها يحتفظون بصورها، فذهبوا بها إلى الساحر حتى يجدد السحر عن بعيد. ها؟ لما رأوا سحره لم يأتي أكله، مع أن الجن دخل، لكن بصورها وعزيمتها وإرادتها ما فتك بها السحر وما طلقت بفضله جل وعلا. تصبر وتحتسب. ها؟ ولكن ما رأوا ما يحبون أن يرونه رأي عين، فزاد عمتها وغمهم فجدد أصحابها. بغيت تطلق وبغيت تخرج الزنقة وبغيت تسطر وبغيت تخرج. طيب جيد، خلاص خيرا إن شاء الله، خيرا إن شاء الله تعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب الحمد لله، كان سبب هذا السحر كان سبب في استقامتها، أنها رفعت الحجاب ثم النقاب، تحفظ على الصلوات على المساجد، هذا فيه خير كثير. طيب هذا فيه خير، ساقها الله عز وجل إليه بسبب الأسباب، وكان السحر من جملة الأسباب حتى عرفت ربها عز وجل وأقبلت عليه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وكفى بهذا نعمة وخير وفرح وشرف وكرم. طيب أنت الآن عليك أن تعلم أن الدين عند الله الإسلام، فأسلم لله جل وعلا. تستهزئ بالإسلام؟ تستهزئ بدين الله عز وجل؟ وأنا أعذرك وربي أعذرك، لا ألومك، لأنك تربيت في أحضان اليهود الحاقدين الشامتين الذين يريدون كل أذية لعباد الله الصالحين من المؤمنين. فأنا أسألك الآن سؤالا واحدا وأجبني عليه بصراحة، ماذا جنيت من اعتناقك لليهودية؟ أوجدت فيها الراحة؟ أوجدت فيها السعادة؟ هل سعدت في شيء؟ أجبني، ما هذا الرمز الذي تشير به الآن بيديك؟ ما هذا الرمز؟ أهو لليهود؟ أهو لليهود؟ أهو اليهود؟ فلما لا تسلم لرب العالمين جل وعلا؟ لما لا تسلم لله تعالى؟ إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين نعم وجعلكم ملوكا منكم الملوك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الملك لله جل وعلا الملك لله يهبه لمن يشاء وينزعه عمن يشاء الله جل وعلا هو الملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هو الله لا إله إلا الله فأسلموا لله جل وعلا وتوبوا إلى الله واستغفروا واعلموا أنكم عائدون إليه ولو ترى على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي نعم ذوقوا العذاب بما كنتم ماذا بما كنتم تكفرون كفرتم بالله جل وعلا كفرتم بآياته وبرسوله نعم وهو الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون
وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إن الله جل وعلا ما أعظمه رحيم حليم. أسلم لله جل وعلا أسلم لله. إن الدين عند الله الإسلام. قبل ما تضيع وقتك. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ما الشبهة التي جارت في رأسك وفي عقلك؟ أما علمت أن القرآن حق؟ أما رأيت آيات الله عز وجل وتأثير آيات الله عز وجل عليكم يا معشر الجن؟ أما رأيت؟ فأسلم لله سبحانه وتعالى. أسلموا لله جل وعلا وتوبوا إلى الله أذعنوا للحق والحق وحق ونتبع. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ألا تريد الحسنى؟ ألا تريد الزيادة؟ ألا تريد النظر إلى وجه الله عز وجل؟ ألا تريد أن تكون مع الآمنين، مع المطمئنين، مع المستبشرين؟ ألا تريد أن تكون في جنات ونهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر؟ ألا تريد أن تكون لك جنات عالية قطوفها دانية؟ ألا تريد أن تكون مع من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ألا تريد أن تكون مع أهل الخير والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة؟ للذين أحسن حسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصحاب الجنة هم فيها خالدون، خالدون نعيم أبدي لا يزول ولا يفنى، نعيم يبقى نعيم أبيع. صلى الله تعالى على النعيم. فاتق الله جل وعلا وأسلم لله جل وعلا وتوب إلى الله، توب إلى الله. أسلموا لله جل وعلا. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب.